السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفل أعزائي المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة كل سنة طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة شهر رمضان احنا كنا مأجزين معاكم شوية كده وقلنا نرجع لكم بعد العيد كل سنة وأنتم طيبين ويا رب تكون أيامنا كلها عيد وسعادة وفرحة لكل المصريين النهاردة حبينا نرجع مع بعض بشكل مختلف شوية بشكل في مطلب جماهيري في ناس كتيرة جدا كانت بتسألنا على حاجات طبيه معينه وخاصه في مجال الاوعيه الدمويه النهارده من خلال دكتورنا دكتور اسلام بدري اهلا بحضرتك اهلا وسهلا آه عايزين نعرف شويه حاجات معينه كده تحت عمر بخصوص آه الاوعيه والاوعيه الدمويه والـ والـ وايه الفرق ما بين مجال <applause> الاوعيه الدمويه ومجال الجراحه العامه عشان في تداخل كتير قوي ومحدش مح مش كتير بيعرف الفروق دي تمام. وبعدين نبدا بقى في موضوعنا النهارده دايما انا سعيد ان انا مع حضرتك النهارده على قناه الصحه والجمال وبنمسي على كل المشاهدين ونبدا بس الاول بالمباركه لاخواتنا في فلسطين على الهدنه والتعزيه في شهدائهم وان شاء الله ربنا يجعل ايامنا كلها سلام باذن الله امين أه. السؤال اللي حضرتك سالتهوني عن الاول نعرف ايه مجال جراحه الاوعيه الدمويه هو مجال من الطب او فرع من الطب بيختص بالامراض الناتجه عن الاورده والشرايين والاوعيه الليمفاويه عندنا اورده وعندنا شرايين وعندنا اوعيه ليمفاويه تمام <applause> فهو المجال الطبي المنوط بهذه الامراض يعني هو مجال جراحه الاوعيه الدمويه وبيدخل فيه بند القدم السكري ومضاعفاتها الفرق بين الاوعيه الدمويه والجراحه العامه زي ما انا قلت ان هو الجراحه العامه بيشتغل شغله في مرارات الزوائد الكانسرز في في الجي اي تي يعني في 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 القناه الهضميه بيشتغل بيشتغل هو تخصص عام تمام ولكن تخصص جراحه الاوعيه هو التخصص الدقيق احنا العالم كله في الطب دلوقتي منتقل الى السب او التخصص الدقيق هو كل الجراحه العامه ام ام التخصصات الجراحيه وزمان يعني قديما كانت الجراحه العامه بيشتغلوا الاوعيه الدمويه وبيشتغلوا المسالك البوليه وبيشتغلوا التجميل وبيشتغلوا حتى ايفن جراحات القلب والصدر ولكن دلوقتي بقى خلاص في تخصص حتى جوه الجراحه العامه نفسها في تخصصات دقيقه يعني في بعض الافرع من الجراحه العامه مختصه فقط بجراحات السمنه ومختصه فقط بجراحات القولون والشرج وما الى ذلك فاحنا تخصص جراحه الاوعيه الدمويه الاورده والشرايين والاوعيه اللمفاويه والقدم السكري تمام طيب مبدئيا يا دكتور يعني اي حاجه ما متعلقه دلوقتي بالسكر والمرض اللي بقى يعني بشكل مرض العصر مستعصي كمان بقى مرض العصر ومتفشي و... اه أو طبعا هل يعني الاعداد دي في 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 حصر دقيق ليها يا دكتور هو لان يعني في اقاويل كتيره جدا بتقول اصل اعداد المرضى السكر في مصر ده واحد ده اثنين ده مليون ده عشره شوف حضرتك هو هو مبدئيا يعني الاحصاء الطبي في مصر ابتدى يعني يشد حيله شويه وابتدى يبقى فيه ريكورد وميديكال داتا يعني سجلات طبيه للمرضى عن قديما يعني فدلوقتي بقى يمكن نقدر نقول ان نسبه الدقه بقت عاليه شويه في الاعداد هنتكلم على مصر عدد المرضى المصابين بداء السكري هم 10 مليون اللي متشخصين ده على حسب اخر احصائيه عاملاها وزاره الصحه 10 مليون متشخصين و10 مليون زيهم كمان مش متشخصين ممكن يزيد الرقم قليلا يزيد قليلا عن كده ولكن هي دي الاعداد الرسميه اللي عندنا في مصر. كويس جدا. طيب لو بدانا بتعريف القدم السكري يا دكتور. طيب تعريف القدم السكري احنا الاول نعرف مرض السكر وبعدين نخش على تعريف المضاعفات ومنها القدم السكري. هو السكر او او داء السكري هو اعتلال ايض الجلوكوز او السكريات في الجسم. التمثيل الغذائي للسكريات في الجسم مسؤول عنه البنكرياس وهرمون الانسولين في الجسم وشويه هرمونات مضاده للانسولين تمام في نوعين معروفين جدا طبيا النوع الاول والنوع الثاني النوع الاول من السكر ده بينشا نتيجه اعتلال في وظائف او وظائف الغده الافرازيه للبنكرياس اللي هي بتطلع هرمون الانسولين وبالتالي هرمون الانسولين بيبقى <applause> قليل وهرمون الانسولين ده مسؤول عن دخول السكر الى داخل خلايا الجسم ليستفيد منها بقى الجسم في انتاج الطاقه او تخزينها او ما الى ذلك <applause> فالنوع الأولاني من من مرض السكري بيبقى نقص الأنسولين في الجسم، النوع الثاني هو مقاومة الجسم للأنسولين، مقاومة الجسم للأنسولين، الأنسولين بيدخل عامل زي المفتاح بالظبط ليه قفل بيركب عليه بيفتح بيفتح القفل يدخل الجلوكوز جوه م. الخلايا، القفل ده لما يبقى يحصل مشكلة في القفل اللي بنسميه مستقبلات أو الأنسولين ريسبتورز في الجسم، يبدأ يبقى, يبقى تشخيص من سكر من النوع الثاني. تمام. تمام ده السكر مرض السكر تمام. باختصار شديد يعني طيب مرض السكر لما, لما يحصل اعتلال بقى فى ايض في وتمثيل السكريات وحرق السكريات في الجسم يبتدى يحصل ان السكر في الجسم يبقى عالى دائما طبعا السكر في الدم هيبقى عالى يبتدى الجسم يحاول يتخلص من السكر العالي فى الجسم ده بطرق تانيه غير شرعيه حلو. الطرق الشرعيه ان هو يدخل جوه الخلايا خلايا تستخدمه لانتاج الطاقه وتخزنه في صوره سكر مخزن لاحتياجه بعد كده ممكن تحرقه في نشاطات عضليه او ذهنيه بعد كده تمام. دي الطرق الشرعيه الطرق الغير شرعيه بقى لما يبتدي الجلوكوز يبقى في الدم عالي يبتدي الجسم يستغله استغلالات اخرى يحاول يخلص منه ولكن للاسف بيخلص منه بطرق تانية بتكون مركبات اخرى زي مركب اسمه السوربيتول والسوربيتول دي عباره عن ماده توكسيك سامه السوربيتول ده بيترسب في الاعصاب الطرفيه اعصابنا اعصاب ايدينا او رجلينا او حتى ايفن الاعصاب في الجسم كلها وابتدي يعمل بقى المضاعفات بتاعه مرض السكر آه آه هقول لحضرتك شويه ارقام 60% من مرضى السكر بيحصل لهم التهاب في الاعصاب الطرفيه 60% وده رقم كبير طبعا التهاب في الاعصاب الطرفيه زي ما قلنا احد اسبابه انه الجسم بيحاول يتخلص من السكر بطرق غير شرعيه فيكون فيكون مواد سامه على الاعصاب تاني حاجه ان السكر نفسه لما بيبقى عالي في الجسم بيعمل تصلب في الشرايين من ضمنها تصلب في الشريان المغذي للعصب نفسه فيبتدي يحصل برضه ان العصب يتاثر خلاص باللغه الدرجه يبتدي يموت واخد بالك يموت اه باللغه الدرجه خلينا نتكلم للعامه ان هو يبتدي العصب يتاثر يموت <applause> يبتدي عندي العصب وخصوصا الاطراف الايدين والرجلين يعني كده يتحول لحاله هبل يعني فقدان امل في الحاله؟ لا أوه. خالص احنا احنا دلوقتي بنقول حاجه اسمها الباسوفيسيولوجي يعني ال ال الاعتلال اللي بيحصل ازاي بنفهم الناس ايه الاعتلال اللي بيحصل بيحصل ليه وهنقول برضو طرق الوقايه منه طرق علاجه احنا لسه جايين في الكلام تمام فلما يحصل ترسب السوربيتول في الأعصاب الطرفية يعمل لنا نقص في الإحساس في الأعصاب الطرفية ودي مشكلة بقى اللي هي المشكلة العظيمة اللي بتاخدني بعد كده لتعريف القدم السكري طب القدم السكري هو قدم المريض اللي عنده سكر رجله طمع. تبقى اسمها قدم سكري لا المضاعفات اللي بتحصل في رجله نتيجة السكر هي دي اسمها قدم السكري ماشي دكتور. اللي أحد أهم عامل فيها التهاب الأعصاب الطرفية زي الفل خلينا نطلع الفاصل صغير ونرجع عشان حدث. نكمل فاصل ورجعنا لكم تاني رجعتنا رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي حلقتنا مع دكتور اسلام بدري كنا قبل الفاصل دكتور بنتكلم على القدم السكري ومضاعفات وتاثيرها وكيفيه حدوثها نبدا نكمل بقى. آه كنا وصلنا لحد التهاب الاعصاب الطرفيه وقلنا ده احد اهم العوامل الموجوده او اللي تؤدي الى حدوث القدم السكري لانه العيان ما بيبقاش حاسس باطرافه والاحساس م. ربنا خلقه لنا نعمه تمام. ان احنا لما نيجي نتخبط في او نتشكب بمسمار او ازازه نشد رجلنا ناخد بالنا ان في جرح مريض السكر الغير منتظم اللي وصل لمرحله المضاعفات وحدوث التهاب في الاعصاب الطرفيه ما عندوش النعمه دي فبالتالي يبتدي يحصل ان هو مثلا ماشي لابس جزمه ضيقه جزمه زنقت على رجله عملت له قرحه في صباعه يعني جرح في صباعه ما حسش بيه جرح ابتدى يحصل عليه التهاب ما حسش بيه ابتدى يكبر ما حسش بيه نبتدي لحد إيه لحد ما يحصل ان هو يا اما يشم ريحه مش مظبوطه ريحه مش كويسه أوه. ريحه القدم السكري ريحه مميزه بتبقى أوه. ريحه مش لطيفه شويه او احد الاقارب يلاحظ وجود جرح في رجله يعني هو ما بياخدش باله خالص من المضاعفات خالص خالص يبقى رجله فيها جرح ويبقى فيها قنبله موقوته وهو مش حاسس خالص ممكن يحس بالاعراض الجسمانية العامه في الجسم اللي ناتجه عن, عن ذلك الالتهاب في رجله يعني م. يحس بتكسير في الجسم يحس بارتفاع في درجه الحراره م. يبتدي يعرق ما هوش فاهم ايه ده ايه يمكن دور برد يمكن دور كوفيد ورجله فيها المصيبه م. يبقى يبقى حد من اهله اللي يشوف او يشم <applause> ريحه الالتهاب اللي موجود يبقى ده احد اهم اسباب حدوث القدم السكري اللي هو التهاب الاعصاب الطرفيه رقم اثنين حدوث قصور في الدوره الدمويه الطرفيه ده م. احد اهم الاسباب برضو م. إيه وده اختصاص مجال جراحه الاوعيه الدمويه لانه زياده السكر في الدم بتؤدي لحدوث تصلب في الشرايين وعدم وصول الدم بنسبه كافيه في, في نسبه كبيره من عيانين القدم السكري م. بيبقى الدم مش واصل كويس م. وبالتالي بتبقى دي مشكله مضاعفه لانه عنده التهاب ما عندوش دم آآ آآ واصل للساق عشان م. نبتدي بقى اذا كنا هننضف الجرح او ندي مضادات حيويه مفيش حاجه واصله خالص م. للجرح فيبتدي دورنا من هنا ان احنا لازم نتدخل كمتخصصين متخصصين في مجال جراحه الاوعيه الدمويه كويس جدا طيب المريض مريض القدم السكري ازاي يقدر يحافظ على رجله من المضاعفات دي حلو احنا السؤال ده جميل جدا انا احييك على السؤال ده لانه الوقايه خير من العلاج حضرتك هقول برضو رقم رقم موجود في الاحصائيات الطبيه في الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه بتصرف حوالي 10 بليون دولار امريكي على القدم السكري وده رقم كبير جدا طبعا و يعني الانسان ان هو يوصل كمان لموضوع القدم السكري نسبه كبيره من المرضى اللي عندهم سكر حوالي من 15 ل 25% بيديفولوب او بيجيلهم التهاب او او ما نسميه بالقدم السكري منهم 3 ل 5% 15 ل 25% دول بيرسى على بتر الساق طبعا يرسى على بتر الساق يعني عائل الاسره يفقد عمله يتحول من انسان نافع للمجتمع لانسان عالى على المجتمع ويبتدي يحصل تدهور مادي واجتماعي وتبقى مشكله بيردن على الدوله وبردن على الاسره ماشي يا دكتور احنا كان معانا مداخله بس الناس يعني آه. مدام مدام منى الو ايوه الو ايوه يا فندم اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حضرتك يا فندم؟ ازيك يا دكتور اسلام؟ اهلا وسهلا ازيك يا استاذه منى؟ ازي حضرتك اخبارك ايه؟ مبسوطه جدا والله اني شايفه حضرتك على القناه منور الله يخليك يا استاذه منى آه طبعا بنتمنى لك كل الخير طبعا وحضرتك تستاهل يعني دكتور اسلام من يمكن من اعظم الدكاتره اللي لقابلناهم في خلال رحلة العلاج كانت والدتي تمام ربنا يشفيها طبعا ويشفي كل آه. مريض آه. كانت بتعاني برضو من قدم سكري آه. وبعدين وصل لتصلب شرايين فكان دكتور اسلام بدري هو اللي متابع الحالة من أول خطوة يعني في آه إلى أن وصل بها الحال لبتر من فوق الركبة والحمد لله دلوقتي هي كويسة جدا يعني حالتها ممتازة ربنا يشفيها طبعا لربنا آه. و والدكتور اسلام اكيد في اي سؤال من حضرتك يا دكتور اسلام؟ والله اه في سؤال يخصني انا برضه مريض سكر بس جديد يعني فضل. فانت كنت حابه اعرف بس منه هل كل مرضى السكر بيوصل بيهم الحال لحكايه البتر اللي هو اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها دلوقتي يا دكتور اسلام اللي من, من اول الحلقه؟ انت يا استاذه منى في الوقت اللي حضرتك دخلتي فيه كنا بنقول ان 10 15 الى 25% من مرضى السكر بيجيلهم قدم سكري بيجيلهم قدم سكري لكن مش لازم يرسى على بتر وان شاء الله بفضل الله وبفضل النصايح اللي هنقولها مش لازم يرسى على بتر نسبه 3% فقط من العيانين ان هم بيرسوا على بتر والنسبه دي بتبقى غالبا برضو بيبقى تقصير فيها جزء كبير تقصير من العيان في العلاج لانه احنا وانس قدم السكري حصلت يبقى لازم السكر يبقى مظبوط على سنجة عشرة لازم ما فيهاش حل تاني مم. خلاص يعني يا دكتور الحاجات اللي نقدر نظبط بيها السكر خاصة لو مرتبط يعني بحالة نفسية حضرتك عارف بيبقى بيرتفع تلقائي يعني طيب يعني ما ح... مسؤول عن ارتفاعه الغذاء أو الأكل أو كده هن... هرد على حضرتك هنجو... يا أستاذ هنجاوب لحضرتك يا على كل حاجة بس خليك متابعنا شكرا لحضرتك آه، طب استاذة منى طبعا يعني انا عارفها هي من احد المرضى يعني والدتها من احد المرضى م. اللي هم كانوا برضو كومبلكس حاجتين في بعض آه، قصور الدوره الدمويه الطرفيه وقدم سكري وكنا عالجنا قصور الدوره الدمويه عندها أوه. وعالجنا قدم السكري وفضلت ماشيه كويس الحمد لله لمده سنتين ولكن بعد كده حصل ان هو السكر بقى ابتدى يتلخبط السكر دايما عالي فابتدينا ندخل تاني في موضوع القدم السكري والغرغرينة وعشان كده احنا بنقول انه ده مرض مزمن ولازم أوه. العيان يبقى متابع سكره والسكر مظبوط زي ما احنا شايفين دكتور كده في صور آه احنا الصوره دي يعني برضه جايين في الكلام ده عيان كان عنده قرحه في باطن القدم برضو احنا شرحنا قلنا القدم السكري بيبقى الـ 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 المشكله التهاب في الاعصاب الطرفيه فالعيان ما بقاش حاسس برجله فيبتدي لو هو هيمشي على ارض خشنه او معرجه ما يظبطش وضع رجله قوي بحيث تبقى مرتاحه فيبتدي يحصل اللي بنسميه شاركوت شاركوت ده يعني المفاصل بتاعه المفاصل بتاعت القدم نفسها والعظم اللي هو راكب في بعضه يبتدي يتخلع من بعضه والاربطه أوه. تتخلع من بعضها والعظم يبتدي يتحرك من مكانه ويبتدي يبرز في اماكن معينه يعني أوه. يبقى زي الجلد الجلد مفرود وفي عظمه بظة من جوه من جوه الجلد فتبتدي تعمل القرحه. يعني يحصل التاكل ده كده؟ اه لان في عظمه من جوه بتدوس على الجلد مم فيبتدي هو يحمل فالعظمه بتدوس من جوه على الجلد واللحم والارض بتدوس من ناحيه فيبتدي يحصل الجرح اللي احنا شايفينه ده طبعاً او القرحه اللي احنا شايفينها دي والعيان ده كان قعد سنتين بيتعالج من القرحه المزمنه دي اللي ما بتلمش طبعا وبعدين جالي عملنا اشعه عاديه خالص على رجل لقينا العظمه فعلا فيها تاكل عظمه فيها تاكل ونظفنا القرحه وشلنا استاصلنا جزء من العظمه اللي فيها تاكل وكان بعدها باسبوع او 10 ايام شكل الجرح الصوره الثانيه وبعدها بشهر خالص قفل خالص الجرح زي ما حضرتك شايف كده يعني مهما كانت الحاله في امل يعني بس على حسب يعني على حسب درجه استجابه الـ الـ يعني دايما سرعة, سرعه رد فعل المريض لا دايما دايما بيبقى الموضوع أه كذا بعد داخلين في بعض م. منها لازم يبقى الـ 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 التوجه توجه المريض صح من الاول م. يبقى راح لاختصاص جراحه الاوعيه الدمويه والقدم السكري حد بيبقى فاهم شغله كويس م. حد يبقى ده تخصصه ما يبقاش م. اي تخصص تاني من التخصصات الفرعيه في الجراحات بيشتغلها لان احنا شفنا كتير بعض الاخوه الزملاء او يعني بعض المرضى بيروحوا لغير متخصصين ما بيعالجش المشكله خلاص بل بالعكس بيزود المشكله نمره دي نمره واحد طبيب نمره اتنين العيان لازم نديله نصايح كويسه جدا على تظبيط السكر ولازم يبقى متابع السكر ومتابع معانا دكتور غدد في الموضوع ندخل معانا دكتور غدد بيظبط السكر نمره ثلاثة طريقه غيار العيان على الجرح ومتابعه الغيار مهمه جدا مهم جدا خلاص ولو في التهاب طبعا بنعالج الالتهاب ونمره خمسه انه حاجه اسمها الاوف لودنج، يعني ايه؟ يعني زي الصوره اللي احنا كنا شايفينها من شويه دي آه ما ينفعش ابقى انا عالجت العيان من القرحه او عملت له تدخل جراحي لعلاج القرحه والعيان بيدوس على القرحه عمرها ما هتلم طبعا عمرها ما هتلم ف... نقطة مهمة جدا 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 في علاج القدم السكري أو قرح المزمنة لقدم السكري اللي هو الأوف <applause> لودنج <applause> يعني عدم تحميل المريض على القرحة ودي ليها زمان كانوا أساتذتنا علمونا وأستاذنا الراحل الأستاذ الدكتور أحمد سعد الدين أستاذ جراحة الأوعية الدموية وأحد مؤسس علم جراحة الأوعية الدموية في مصر وانا فاكر كويس جدا في محاضره من محاضرات الماجستير كان بيقول لنا انه العيان آآ آآ العيان القدم السكري قديما لما كانوا يعالجوه يعني من كام سنه فاتوا مم. ما كانش يتحرك خالص من مم. السرير هو نايم على السرير بيشيلوه يحطوه على الحمام ويرجعوه تاني ما يدوش على رجله مم. مع تقدم العلم وتقدم التكنولوجيا استاذ عوني ابتدى يبقى في احذيه مخصوصه للحاجات دي اه للحاجات دي بتبقى ما، ما، نقط التحميل بتاعتها ما يبقاش في تحميل خالص على القرحه مم. خلاص يبقى العين لابس جزمه بس مكان القرحه ما بيدش عليه مفرغ بالكمبيوتر بتبقى اسمها فود برنت شوز ببصمه القدم بيحط رجله على الجهاز بتاخد بصمه الرجل وشكل الرجل تعمل له جزمة مخصوصة بفرش مخصوص للقرحة وإن شاء الله بتلم والعيان بيرجع يشتغل تاني و... ويعيد شغله تاني طيب لو اتكلمنا دكتور على, ال... على, ال... على التدخلات الحديثة اللي ممكن تحصل لمنع يعني تطورات الحالة طيب احنا هنقول التدخلات الحديثه لكن احنا كنا بنكمل نقول ان 3% من العيانين فقط بيرسوا على بتر والبتر دي تعتبر بنسميها في الطب الميجور موربيديتي الميجور موربيديتي ماينور موربيديتي وميجور موربيديتي ميجور موربيديتي ممكن العين يوصل بيه لا قدر الله الموضوع انه يحصل تسمم في الدم من الغرغرينا ويحصل وفاه لا قدر الله آآ 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 البتر في حد ذاته يعتبر مصيبه كبيره للعيان ولكن ما بيوصلش لحد الوفاه عشان كده ممكن نسميه ماينور موربيديتي لكنها هي حاجه كبيره مم. فعشان ما نوصلش لموضوع البتر ايه النصايح اللي نقولها لمريض السكر عشان بالضبط. يبقى احنا عندنا وقايه قبل ما نقول العلاج خد بال حضرتك معايا يعني نقول وقايه ما وصلش للمرحله اللي احنا شفناها في الصور عشان ما يحصل ليش مشاكل وبعد كده نقول إذا حصل نعمل إيه تمام. أولا الوقاية زي ما, زي ما قلنا وكررنا وانس العيان اتشخص بمرض السكري يبقى لازم يمشي ويتبع نظام غذائي مخصوص لمرضى السكر كويس. وده بيتم بالتنسيق مع اطباء ودكاتره الغدد الغدد الصماء رقم اثنين متابعه السكر دايما وما السكر عالي رقم ثلاثه بالنسبه للقدم بالنسبه للقدم بندي نصايح دايما للمرضى ان هو دايما تبص في رجلك اخر اليوم تبص تبص تفحص باطن رجلك وبين الصوابع لما تاخد شاور او حضرتك تتوضى تنشف كويس جدا بين الصوابع لان مرضى السكر بيبقى عندهم المناعه ضعيفه شويه فالفطريات البسيطه اللي بتبقى بين الصوابع اللي ما بتعملش حاجه للناس العاديه ممكن تعمل لهم هم مشكله كبيره جدا لما يجي يقص صوابع ضفر المريض يبقى يدص... يقصها بعد شاور بحيث الضفر يبقى طري ما يتعورش المريض ولا يتجرح وهو بيقص الضوافر دي كده ازاي ويلبس طبعا حذاء طبي مريح م. للقدم خلاص وما يكونش ضيق يكون واسع ويرتدي على الشرابات القطنيه اللي هي بتمتص العرق عشان خاطر العرق بيؤدي بي لحدوث فطريات اللي بتؤدي لحدوث بعد كده مشكله في مرضى السكر. زي الفل يا دكتور. دي نصائح. تمام. آه هنوقف هنا. تمام. هنكمل المره الجايه ان شاء الله. تمام. آه باقي الموضوع لانه واضح. ان الموضوع طويل الموضوع آه فيه كلام كبير فعلا يا استاذ عون اه اه ف... و... و... ولسه احنا ما جزء ان شاء الله في سلسله مع الدكتور اسلام البدري في مجال القدم الله. السكري والاوعيه الدمويه آه شرفتونا النهارده وتشرفنا بيكم ورجوع بعد غيبه وكل سنه وانتم طيبين حابب قبل ما اختم ان احنا بنتوجه بالعزاء لمصر كلها في وفاه الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه طبعا. آه فنان كبير اسرى مصر والعالم العربي بفن عظيم على مدار أربعة وو أربعة, 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 أربعة وثمانين سنة أربعة 84 سنة هو 84 سنة 84 سنة هو تقريباً 65 سنة فيهم أو 63 سنة فن الله يرحمه ويحسن إليه يعني من الشخصيات العظيمة وفي نفس الوقت بنبارك الهدنة نجاح الهدنة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية عاشت مصر دايماً رائدة في في المنطقة وفي العالم كنت معاكم من برنامج القهوه الى اللقاء